كنرجعوا لاشرف. اشرف، نعم. بغيتك تحكي للمغاربه القصه ديالك مع مركب الصداقه مع انطونيو ودافيد مع المؤطرين اللي كانوا في ذاك المركب. يا هذيك كنت صافي قال لي عينيك غير في اللبسه. انا عيني يلي. انا عيني في اللبسه كدا اذا فهمتين. قال لي يا صافي هاك خذ اللبسه وهود دابا عود مع صحابك فهمتيني. انا كنت بغيت نقرا فهمتيني. انا كان حلمي اصلا نولي شي استاذ نولي شي حاجه اللي نفيد بها في راسي فهمتيني. يا هذيك انا هضرت مع واحد الاستاذ اللي لاباردي قلت له هل كاين ولا كاين حتى هو المغربي تما كان كيجي مره حتى هو كان كيقولوا لي هذا هو المدير الكبير وكذا فهمتيني. خليه على انطونيو مشيت قلت له انا باغي نقرا. هذاك هو المدير الفعلي ديال دار الصداقه. هذاك هو المدير الفعلي ديال الصداقه. قلت له انا باغي نقرا. قال لي شوف مع انطونيو. مشيت انا عند انطونيو قلت له باغي نقرا كدايده. قال لي واخا نعملوا شي اجتماع نشوفوا هذه القضيه ديال القرايه ديالك. يا هذيك داز واحد من ورايده وقال لي اشرف فاجي كان مدير لي كان واحد مدير سميتو عبد اللطيف كان شحال هادي في ايام ديال 2013 دابا جراو عليه حتى هو فهمتيني. قال لي واخا هو كان مسكين باغي يتعاون معايا باش نكمل قرايه ديالي. في الاخر خرج انطونيو قال له لا احسن بلا ما تقرا فهمتيني. قال له من شي تكوين فهمتيني اللي يفيد به في حياته حيت 18 سنه ما يبقاش معنا فهمتيني. التذكير ان دار الصداقه فيها التكوين فيها ليسباس فهمتيني كيقولوا الريزيدونس هي اللي كنا فيها حنايا في كتبركو اللي كنباتوا فيها حنايا واللي داير بها هما التكوينات التكوين القرايه كلشي كاين تما كاين كلشي فهمتيني. يا هذيك ثانيه صافي قلت ماشي مشكل هاني ما نقراش نخرج من التكوين ديال الكويزين. حقا كملت داك التكوين الكويزين. في الاخر ديال السيمانه كان واحد النهار نهار الحد كان نهار الحد صافي قال لي اجي عندك. شمن عام هذا؟ هذه عام 2012 انا عاقل بعدا بالضبط كان داك النهار الحد فهمتيني. باش كنا ديك الساعه كنت دانا لابيسين انا وشي دراري وجيت انايا كنت صلى صافي مشيت تحممت وهوت اللعب تحت. قال لي يا اشرف اجي نقول لك. جيت عندو قال لي مخبى لك واحد المفاجاه وكانوا معاه واحد ثلاثه دراري اخرين فهمتيني. انا فرحت مفاجاه ما عرفتش شنو هي فهمتيني. صافي دخلت ماكن بدا كيبوس فينا فهمتيني. انا اللي كنهضر على راسي بدا كيبوسني من فمي. هذيك اول مره غيبوسك من فمك؟ اول مره يبوسني من فمي. انا ما فهمت والو فهمتيني. قال بدا كياديني من هنايا بدا كياديني من تحت فهمتيني. زعما عنده عادي فهمتيني. انا ما بحال ما عجبنيش الحال بحال هكدا فهمتيني. كنشوف نتسنى المفاجاه فهمتيني. صافي كنشوف ما كاين والو. انا قلت له صافي غادي نهود عندي واحد الحصه ديال لا كويزين حتى العشيه وديك الساعه نشوف شنو كاين. قال لي صافي واخا ماشي مشكل. هوت في العشيه جا عندي في العشيه قال لي اجي طلع لعندي ضربت ديك العشيه اجي لعندي. قال لي حيد الحوايج كاملين فهمتيني. انا والو ما حيد الحوايج ديالي كاملين فهمتيني. ما حيدتيش لي حوايجك؟ لا هو حيد الحوايج ديالو فهمتيني. هو حيد حوايجو كان غير بواحد اونو فهمتيني. قال لي اجي انا جيت ما فهمت والو. كان كيضرب سباني انا ما فاهم والو فهمتيني. انا اللي فهمت قال لي مفاجاه. خرج عليا قلت له واخا ماشي مشكل. طلعت من عنده سد الباب هو بدا كيحيد لي هو في الحوايج ديالي فهمتيني. وبدا كياديني من هنايا. انا بعت يدي قلت له كيفاش كدا فهمتيني. انا عرفت راسي بلي ديك الساعه فهمتيني شي حاجه كاينه شي حاجه ماشي كاينه شي حاجه اللي ماشي تاليه فهمتيني. وانا تفكر الهضره في الاول قالوا لي الدراري راه ما عجبكش هاد الخيريه راه دازوا عليهم العذاب. صحابي انا كانوا كيكرهوني الساعه صدق عندهم الحق فهمتيني. حتى انايا ما عجبنيش الحال. هوت قلت لواحد الاستاذ ما اغتصبكش ديك الساعه؟
لا كان باغي يغتصبني انايا فهمتيني، حاولت مع بعد سيدة فتحت الباب، هو السوارت كان صافي، حيد السوارت من فوق الطاولة، انا ضربت على السوارت في الاول فهمتيني، ملي سد داك السوارت عرفت شي حاجة اللي ماشي سالة، هزيت انا السوارت مشيت حليت الباب بالزربة فهمتيني، قال لي سبيرا سبيرا تسنى فهمتيني، قلت له زعما بس عليا فهمتيني، عاودت الدروج عاودتني شان، قلت على واحد الاستاذ قلت له اللي كاين واللي كاين، قال لي عادي انت يبوسك من فمك فهمتيني، قال لي راه الكوار انت كتعرفهم كيفاش هما، وانا دورت مع راسي قلت زعما كيفاش عادي فهمتيني، هذا مؤطر كيقول لك عادي، هذا مؤطر اللي هو بنقب فهمتيني، محمد بنقب، لا هذيك قال لي هذاك الشيء عادي سنتين هكذا ماشي مشكل فهمتيني، صافي تما كاين ما هو انا بديت كنتهرب منه شويه بحال اللي كنشوفو كيحرط عليا الاساسيد كذا فهمتيني، كنت كنعمل من انطونيو بدا كيحرض اساسي حرط عليا الاساسي زعما، كنعمل شي حاجه بسيطه اللي ماشي تالي، كانوا كيحيدوا لي الحوايج كاملين، كانوا كيعريونا كاملين انا والدراري شي 15 واحد هيدا، كانوا كيضربونا كيجبدوا واحد العود واحد القومه ديال الماء، كانوا كيبقاو يضربونا يضربونا، كانوا كيتيو تيو كانوا كيزوقونا مر فهمتيني، صافي حتى انا هذيك الساعه كرهت راسي فهمتيني، هربت داك النهار جابوني المخزن، صافي انطونيو هذيك الضحيكه الاولانيه مع المخزن فهمتيني، نو كذا قالوا ما خاص بقى كيخربق معاهم، تما كان طلعت انا فوقي واحد الاستاذ تما كاين كان عبد العالي تما كان حرط عليا الدراري، كاملين ضربوني فهمتيني، زعما قال لك شافوني كنت كنتشمك كذا فهمتيني، وانا حقا انا قوه الغدايد كاملين خرجت. شحال ديال الوقت هربتي ديك الساعه؟ هربت ديك الساعه التوتال شهر وانت هربان من الخيريه، شهر وانا عاودوا رجعوك ليها، جابوني شدوني المخزن ديك الساعه، انا كنت كنضرب في طنجه ما مشيت حتى شي بلاصه، شدوني طلعوني لهذيك الخيريه، طلعت الريزيدونس قالوا انطونيو فهمتيني، صافي ندخلوا المخزن من داك اللعبه صافي دي عليا هذا فهمتيني، طلعوا فوق طلعت فوقي دوشت فهمتيني، ما بغاوش يعطوني الحوايج، المهم ديت واحد خونا اللي مسكين الله عمره دار فهمتيني، ديباني يعني بالحوايج حيت ما كانوا عندي واحد الحوايج حاشاكم مسخين مره ما فيهم يتشاف فهمتيني. حوايجك فين هما؟ حوايجي ما كانوش ما فهمتيني، كانت عندي لبسه وحده حتى انا خرجت الشهر بقيت بهذيك اللبسه، كل حوايجك اللي خليتي في الخيريه ما جبرتهمش، ما لقيتيهمش، لقيت حتى شي حاجه، جبرت بلاكار ديالي وبلاصه ديالي ما جبرت حتى شي، قالوا لي بداو المهم بداو كيتكرفسوا عليا واحد الليله فهمتيني، الدراري كانوا كيضربوني كذا، كنت حرطهم عليا واحد الاستاذ، انا صبحت على الصباح من الثانية هربت بحال هكا عاود من تما كاين الغد ليه ثاني هربتي؟ على غد لين هذاك عاود شكون اللي كان جاب شافني واحد الاستاذ، شدني من يدي فهمتيني، انا كنغوت هيدا ما فهموا الناس والو، تدخل تعاود الخيرية جاو ما ضربوني ما والو، قالوا لي علاش هادشي اش كصرب، قلت لهم ما عرفتوش علاش، قلت لهم ها اللي كاين واللي كاين، قال لي انطونيو راه عادي كذا فهمتيني، قالوا احنا كنضربوك على مصلحتك، ولكن ضربوني على مصلحتي حيدوا لي الحوايج كاملين فهمتيني، حتى انا قلت لهم غادي نمشي بحالات، قالوا لي ما يمكنش نطلقوا وانت فات السن هذيك، كانت في عمري ديك الساعه ان شاء الله مساكن كيخافوا عليك، ديك الساعه كانت في عمري شي 13 سنه، هما بالعكس باغيين يستغلونا فهمتيني، ويا هذيك انا طلبت قلت لهم يمشي شي خيريه يا اخرى يمشي بحالات من هنا، يا ديك صافي دفعوا لي لواحد الخيريه اللي هي قول النص ديالها اللي هي في خميس انجرا فهمتيني، المهم هي محسوبه عليها السلعه اللي كتجي تسمى كطلع الخميس انجرا فهمتيني، يا هذيك مشيت لهذيك خميس انجرا جبرت هما الدراري العمارات دار واساسيات العمارات دار ما كان عرف حتى شي واحد فهمتيني، وكان كيجي عاود انطونيو كيجي حتى تما كان كيجي عندها حتى تما، حتى هو اصلا اللي في المره الاولى هو اللي شدني في الطوموبيل انا وجوج دراري اللي هو انس حنين وعبد الله، كانوا هزونا وطلعونا تما كاين فهمتيني باش حولوكم حولونا باش تما كاين صافي، كان كيجي انطونيو كل حد وكان كيجي فهمتيني كيعطيني واحد 50 درهم كنطلع عنده فوق فهمتيني، كنطلع عنده هذيك الساعه قبل كنت تحرقت
كنت ضربت الزنقة هذاك الشهر اللي قلت لكم اللي ضربت، كانوا تحرقوني الدراري، خو عليا الدلوان فهمتيني، تكرفسوا عليا، شعلت فيا العافية في حجري، وكان كيجي أنطونيو براسو هو كان كيعمل لي بومادة. انت في السبيطار كان كيجي عندك؟ في السبيطار كان كيجي عندي. دابا بلاتي نمشيو بشوية حيت هربتي لي شوية، كنتي في الخيرية انا بدا كيجي انطونيو عندك. انا من هربت من هذيك الخيريه. علاش هربتي؟ شنو هو السبب؟ حيت قبيله قلتيه ليا بغيت حتى المغاربه يسمعوه. هربت باللي اساس جبرت تما كان غير الحوكره وكذا وغير سكارفيس فهمتيني. لا لغت. انطونيو اش دار ليك تما فديك الخيريه؟ سكارفيس عليا كان حيد. شنو دار بالضبط؟ كان حيد لي الحوايج، قال لي اجي. فين حيد لك الحوايج؟ دابا الاولى عنده الدار ولكن في الثانيه واش هي عنده فيها الدار؟ لا في الثانيه كان كيطلع لواحد البلاصه فين كينعسوا الدراري، هذه اللي في الخيريه اللي في خميس انجرا كانوا كيجي كياخذك من عندهم وتيطلعك البلاصه فين كينعسوا. بلاصه فين كنعس انايا. فين كتنعس؟ كنعس وكيسد. وكان كيسد الباب وكان كيجيب واحد بومادة حاطة، كنت انا محرق من هنايا وكان كيعملها لواحد الطريقة فهمتي. ماش انايا نحشم نقول كيدير بومادة وكيتحسس عليك. كيتحسس عليا فهمتيني، وبغى يحيد الثروه في هذيك اللقطه وانا دفعتو فهمتيني. عيطت لواحد المسؤول تما كان، قلت له اللي كاين واللي كاين، قال لي راه كامل لك الدواء، انت حسبتيها بشي حاجه اخرى. قلت له راه ما كاين والو، قلت له هادشي اللي كاين، قلت له انا هادشي كاين اللي هربت منه تما كان، انا طحت فيه هنايا. قال لي صافي انت راه جيت لهنايا راه ما كان خاصك حتى شي خير، وحقا دوزنا داك النهار. رجعك انطونيو للجمعيه الاولى. رجع من السبيطار، رجعك للجمعيه الاولى. من السبيطار رجعنا داك. دابا اشرف كان في الجمعيه الثانيه، انطونيو كيجي عنده وجا عنده واحد النهار وحاول يتكرفص عليه عاوتاني في الجمعيه. راه في الجمعيه الثانيه راه ما فهمتش شنو غنقول، راه المسؤولين كاملين متواطئين مع انطونيو، كلشي كان في خبار كياخذوا وكيطلعوا للشومبر. كان باغي يتكرفص عليه، هرب المره الثانيه من الجمعيه الثانيه، ملي هرب ولا كيتشمكر في الزنقه ولا كيبرك مع الشمكاره، خو عليه الدولي وتحرق. تحرق مشى للسبيطار، حتى كيتفاجئ بالناس ديال السبيطار باش يعيطوا للجمعيه الثانيه اللي كان فيها. كيجي انطونيو هو اللي كيجي كيبدا يدير ليه الدواء وكيهزو يديه يرجعو للجمعيه الاولى. كمل معايا ولدي، كمل معايا، صبر معايا، صبر صبر. داكشي اللي كاين صافي، انايا عاود عرفت راسي ما كاينه والو. نتهضرت مع المدير ديال داك الخيريه ديال الثانيه، قلت له انا رغبت، قلت له استاذ الله يرحم لك الوالدين وقف معايا، حسبني بحال ولدك فهمتيني، ما عندي لا رحيم لا رحيم غير الله سبحانه وتعالى، وانت اللي شفته فهمتيني. مسكين كان كامل معايا واخا هو عارف شحال من حاجه، انا النيه ديالي فهمتيني، النيه ديالي كان كامل معايا شي حوايج. نتايا كان كيدير معاك المزيان. انا كان كامل معايا بالمزيان، هو عارف شنو اش كيوقع، عارف كلشي شنو كيوقع فهمتيني. قال لي غادي يصبر معايا، هذيك الخيريه ما تبقاش تمشي ليها، وفي بلاصه ديال مناسبه الاعياد وبلاصه المناسبه ديال العطل غادي نديك لواحد الجمعي واحد البلاصه اللي في بليونش. بليونش تما كانت واحد الدار اللي وهي واحد المراه مسكينه اللي عمرها دار، وواحد الراجل تاهو اللي عمرها دار وعنده واحد البنيه. كنت كنمشيو له انايا وواحد ثلاثه الدراري اللي ما كان عندهم فين يمشيو بحالي حتى انا، وكان كيجي عاود عندنا انطونيو تما لعند ديك المراه. وكان كيجي عندنا، وكان كيجي عندنا حتى دافيد تما كان حضرت ليه باللي دافيد اغتصب واحد الولد اللي هو معنا. واش شفتي ولا سمعتي؟ شفتو بعيني فهمتيني، حتى كنا هادشي في البحر، كنا كان لحد ديك الساعه كان في البحر، شفتو هيدا مدرعو طايح عليه كيبوسو في البحر. حيد له السروال فهمتيني، وداك الشيء اللي واقع. صافي تما كنت انا شاف داك المنظر وقلت هادشي ما عندي مانع، من المهم انا ما نتاداش، يخليهم هما يعيشوا حياتهم فهمتيني. كاين اللي كانوا فرحانين بهذا الشيء، كاين اللي فرحانين بهذا الشيء، حيتاش كان كيقول لهم انا نجيب لك الطابليط، انا نجيب لك شي حاجه. كما قال الزميل ديالي احمد، كانوا دابا ما بقى، كانوا دراري دابا ولاو بنات حاليا، حيت صافي تعب. بالفعل حنا كنا تواصلنا مع البعض من الطريقه ديال الكلام ديالو،
كيبان انه ما بقاش دري ولا دريه ولا يمارس الجنس في الشارع العمومي ولا قابل ديك الحياه ورفض انه يدلي بشي تصريح ولا حتى ينضم للدراري اللي رافعين دعوه. علامة استفهام، كمل لي يا اشرف. ويا هذيك الاستاذ كنا تما كاين واحد ثلاثه بينا كان في كل عطل كان كيجي هذاك انطونيو. انا مي كان كيجي انطونيو مابقاش كيقيسك. انطونيو كان حاليا هكذاك وكان كيقيسني في بليونش، كان كيتقرب مني كان كيبوسني فهمتيني. انا ما كنتفكر ديك اللعبه عاديه، واخا شحال من حاجه عمل ليا فهمتيني، انا ما كنبغيش نهرب منه. هربت منه وعييت من نهرب فهمتيني، ديما كنطيح فيه حيت كنشوف راسي اذا ولا خروج الزنقه. انا كنت بغيت نعطيه راسي، ولكن الحمد لله اللي اتحكم. زعما كان انا بامكاني كنت انا من هذاك اللي دابا هو في الزنقه كيعطي راسو وكذا فهمتيني، ولكن الحمد لله هكذاك انا يا ربي اللي كان معايا. ربي نجاك. ربي نجاني رغم الصغر ديالك، الا انك كان فهمتيني. صافي انايا هضرت مع واحد الولد اللي في طنجه اللي هو سفيان الرزقي المسكين، دبر لي واحد الخدمه في مرجان. ودرت مع استاذ ربيع، بالعكس استاذ ربيع قال لي سير فهمتيني، حيتاش انا بديت كنفضح داك الشيء اللي كان كيقولوا. كنت كنقولوا للدراري اللي ما عارفين والو، كنت كنقول لهم اللي كاينه اللي اجي اجي غن واحد المساله اللي بغينا نثيروها. ما ذكرتيهاش ليا. هو كان كيهضر بالسبليونيه، انتوما كنتو كتهضروا بالعربيه. كان الاستاذ كان كيترجم. وكان كيترجم لكم داك الشيء اللي بغى انطونيو بالحرف. فهمتيني، راه باغي ينعس معاك ولا باغي يبوسك ولا كلشي داك الشيء بالحرف. يا سلام، هذا مؤطر من المؤطرين، كان كيترجم يترجم شذوذ انطونيو للدراري. هذا مؤطر مغربي مسلم، حاشا واش يكون مسلم، كيترجم لغه انطونيو للدراري باش يفهموه. ديروا معاه وديروا معاه وديروا معاه، لا حول ولا قوه الا بالله. اللي في سبب داك انطونيو اللي شحال من واحد حياته تشردات، منهم انايا دابا ما كنش اعتقد من الله سبحانه وتعالى. كره حاليا انا باقي في الزنقه، انا دابا راه شهر باش دابا تنقط للناس مساكن العمر. كمل ليا حيت احنا غاديين في القصه ديالك والمعاناه ديالك. دبروا لك الناس في مرجان، خدمتي في مرجان. خدمت في مرجان. شنو اللي غيوقع لك تخرجتي منه؟ شنو وقع لي؟ صافي انا هضرت مع ذاك الاستاذ، قلت له اللي كان واللي كان. انا هو اصلا جاتو الخبر باللي انا كنوصل الدراري قبل ما نقول انا باغي نمشي لذاك المرجان. كان كيقول لي خصك تشوف شي حل باش غتغادر من عندنا فهمتيني. هذا انطونيو؟ لا، هذا المؤطر. مؤطر؟ المدير ديال هذيك الخيريه ديال الخميس. المدير ديال هذيك الخميس. فضحتي ليه؟ سميتو المورد ديالو مول الخبزق، فضحتيه. المهم لا، هو ساق الخبر باللي الدراري اللي كانوا في الخميس انجر. انا ما كنت كنعرف حتى شي واحد، حيت كنا نقول لكم انا طلعت من الخميس انجر، من الخميس انجر طلعت تما كما كنت كنعرف حتى شي واحد، وهما براسهم ما كانوا عارفين والو. ولكن من قلت لهم ملي مشيتي انت فضحتيها في الخيريه الثانيه، فضحت داك الشيء كامل. الدراري ما استوعبوش، ما قالوا ما يمكنش هذا الشيء. وحاليا كاينين شي واحدين اللي شافوا انس حنين وعبد الله اللي هو خاه، وشافوا شنو وقع عليه هذيك الساعه. هذيك التاقو عاد بنادم تاق، عاد بنادم تاق فهمتيني. واخا اشرف نرجعوا، انت خدمتي في مرجان بخير وعلى خير، خدمت تهنيتي من هذوك الناس ديال الخيريه. كيف كانوا باغيين يتهناو منك؟ شنو اللي خلاك خرجتي من مرجان؟ من مرجان سبابي عاود لاباردي، وسبابي مختار هو المدير، الراجل المدير هذاك المدير اللي كنت ذكرتيها قبيله اللي قلتي هذاك هو الراجل ديالي. حيتاش كنا كارين، ماشي كارين، كان خدام في مرجان. كان خدام في مرجان. يا سلام. المديره اللي هضروا عليها الوليدات هنا، اللي هي موظفه في التعاون الوطني، راجلها خدام في مرجان. اسمع لي، لا المدير دابا هي علاش مديره؟ هي مديره على الدراري الصغار، هو براسو مدير، هو براسو في هذيك الخيريه. علاش؟ حيت هو مدير راجلها. هو راجل، هو مدير علاش؟ على
على على الانشطه على كذا فهمتيني على فوالا قوه المديرين قوه المديرين كاين المديرات بزاف اللي جينا نحسبوا فهمتيني ويا هذيك وقع واحد المشكل كنتصفر واحد الملفات وانا فين ساكن ديك الساعه كنت ساكن في واحد الدار اللي فوق فوق تحت منا كان ساكن انطونيو اللي كان كيدخلني انايا ودخل الدراري في المدينه لا اللي تما نيت في الصداقه في هذيك الصداقه فهمتين حنايا كنا ساكنين فوق وانطونيو كان ساكن تحت يا هذيك كنا ساكنين انا وواحد واحد الولد انت كتمشي تخدم وتجي تبات تما كنت كنمشي نخدم وكنش كنجي نبات تما كاين الماكله كنحضر عليها حضرت عليها ما حضرتش عليها راه كيكون فاتني ما كيعطيوكش كان فاتني التران فهمتين الساعه يا جبروها انا حاليا كنقول جبروها سبا والله اعلم فهمتين كيقول لك شي ملفات مشاو له مشاو له في مرجان لا مشاو تما في هذاك البيت في هذاك في كنت انا يا ساكن في كنت ساكن حتى قالوا لنا واحد البيت ما يدخل له حتى شي واحد طلعنا له شفنا حيتاش كتبان الجاجه فوقي ومن تحت باب مسور كاينين داك الشيء مكتوبه هكذا وحيتاش حيتاش انا في كنقول ما مشات له حتى شي حاجه حيتاش الباب ما مفروع والساروت ما عند شي واحد جاو عندك اتهموك بالسرقه ديال الملفات باش تخرج من ديك تخرج من هذيك الخيريه ما كاين انا استسلمت درت هكذا ما عندي حتى شي واحد لا الحنين لا رحيم قلت لا ولكن انت خرجتي من الخيريه والخدمه مالها لا الخدمه ضروري حتى هي نخرج منها فهمتيني حتى عرفوا باللي قضيه ديالي حيت داك الخيريه هذاك مرجان عرفوك شفار لا في الخيريه هذوك اذا ما خصهمش يخليو عندك تخليوك وصلت لهم الهضره وصلت لهم كل شيء فوالا ما خصهمش يخليو عندهم واحد شفار بالنسبه لهم واحد صافي انا خرجتي من تما شنو درتي؟ حنيت راسي وخرجت الزنقة للشارع بقيتي في الشارع كتدور الشارع كندور كيفاش وصلتي لكازا أشرف؟ كيفاش وصلت لكازا؟ أنا كانت عندي فكرة الهجرة السرية اللي طلعنا للسبتة طلعت للسبتة على أساس نخوي البلاد حيتاش ما عطاتني والو واحد التكارفيس فيها شدونا المخزن كانوا شدونا المخزن وكاينة واحد الخيرية في مارتيل هذيك الخيريه اللي في مارتيل الصراحه واخا فيها المخزن كنا كنخرجوا نجقرو كنا كنخرجوا نسعاو نجيبوا الماكله ولكن كنا كنجيو نباتوا تما كان الصراحه الناس الله عمرها دار واخا كنت طحت في الاول تما كان يقولوا لي خرج دبر تخرج بقى تما كان فهمتيني وحقا بقيت تما كان ها هي كيجيبوها الحراقه الحراقه اللي ما عنده حتى شي واحد فهمتيني كانوا كينزلونا تما كان صافي تما كان ريحت مع راسو انا ما كنشوف راسي ما كنعمل والو ما كنقرا ما كنخدم ما حتى شي حاجه كنخرج نسعى كنرجع الناس نسعى خرج الناس كنت مبلي كنت كنعمل لهم كلشي كنت نحضر باللي ديالي خصني نعمل كلشي فهمتي صافي هذيك الخيريه ديك الساعه كانت سدات لا كانوا داروا لنا كانوا كيهزونا بالصرف المغاربه ديالنا ما قلبهمش من الرحمه لا الدوله لا اي حاجه فهمتي كانوا كيهزونا وكانوا كيلوحونا يا في الغابات يا في الوتروت فهمتيني فين ما رشقات لهم يحطوك يحطوك اللي لاحوا في الغابه طنجة اللي لاحوا في قنيطره اللي فهمتيني وهكذاك على كذلك هكذاك وحنا كنرجعوا علاش حتى جبرنا الراحه ديالنا واخا كنخرجوا نسعاو كنجبروا كل شيء تما حتى كانوا محضرين السخان محضرين كيمان فهمتيني كنتي مرتاح كنت مرتاح واخا كيفاش غتخرج منه وتوصل لكازا صافي غنخرج منه كنت تجمعنا انا واحد جوج دراري اللي هو الصديق ديالي أسامة والصديق ديالي حسام اللي هما مساكن واخا عندهم والديهم ضعيف وضعية صعبة وضعية صعبة فهمتيني كان ديك الساعة حجر صحي وكلشي كان سهل البداية ديال الحجر الصحي فكرنا نسعاو باش نجمعو فلوس الكار جمعنا فلوس الكار الساعة زادو فلوس الكار فكرنا زاد الثمن ديال الكار ديك الثمن ديال الكار فكرنا قلنا الدراري غنشدوها على رجلينا ما عندنا ما نعملو فهمتي من مارتيل مارتين حتى لكازا الى لكازا الصديق ديالي حسام هو كان في ساكن في الرباط حدو الرباط تما كان صافي حنايا كملنا واخا تكرفصنا شحال ديال الوقت درتو من 16 يوم ديال الطريق في 16 يوم 16 ديال اليوم ديال الطريق من ابار صديق كيفاش كتاكلوا كيفاش كت كنا كندوزو على الفيلاجات كنا كندوقوا على الديار وتشكروا عباد الله حنايا كنا في خطر في الموت حيت وقفوا علينا بالجناوه وقفوا علينا بالكلاب في لوطوط والخلا والقفار والطوموبيلات غاده فن هذيك الساعه كان الله معنا الحمد لله قلبونا ما قاسوكمش
الحمد لله قلبونا مشروا ما يديونا حالتنا مكرسه منين نتوما من هنا من هنا حتى ما طحنا فيهم العمر هذا واخا ما كيديو بنادم ديالو الحمد لله بقيتو فيهم حمدنا الله ما قتلوناش وكذا هذاك وحقا ديك الساعات بسيدنا زدنا فهمتيني صافي طلقونا خاك داك غادي وخوفانين ودخلنا مع الغابات الجويه باش ندخلوا مولاي بوسلام دخلنا الغابات والدراري مخلوعه وانا براسي كنت مخلوع فهمتيني نتوما جوج ثلاثه حنايا ثلاثه فهمتيني مخلوعين ديال بصح صافي دوزنا بتنا واحد الليله فهمتيني انا حاليا فهمتيني عمرها ما تنسى لي خصوصا ديك الليله كنا دخلنا مولاي بوسلام كانوا باغيين ديك الساعه يختطفونا فهمتيني دخلنا تما كنت جوايد الغرب معروفين عليهم كانوا صافي دخلنا واحد علم هذاك وهذاك هذاك سافر ثلاثه واحد الدراري برانيين هما في السيكتور ديالنا فهمتيني واحد شنو قال لهم باللي غادي هذوك الثلاثه ديال الدراري يبقاو في عينك ثبتهم نجيب لهم الماكله وحق جبنا هادشي اللي دار لكم وما كليناهاش حتى بلانا في راسنا عرفنا شنو كاين فهمتيني قالوا كطلعوا الناس فهمتيني قلنا له واخا كدا ثبتنا في الاخر واحد الولد اللي ما بغاش فهمتيني حتى حنايا قلنا احسن صافي منا خلينا الله فهمتيني هما شنو كانوا صحابهم باللي حنايا مولاي بوسلام معروفين باللي كاين هجره سريه من تما كاين باركو الصغارين ديال الحبس حنايا بامكان حنايا علاش داخلين هذاك الفيلاج غير باش نطيحوا الراس شفنا الضوا وكذا فهمتيني حنا ما عرفناش حتى مولاي بوسلام حنا شفنا درنا هيدا غادي في لوتوروج بان لنا الضوا حنايا باش نفيقوا في الصباح صافي نعسنا في واحد الستالاسيون فتنا بعدا قلبونا بعدا هذوك العصابه كاملين قلبونا طلعنا في واحد بيكو اللي دزتو من حدا يقلبكم اللي دزنا من حدا يقلبنا المواس السيوفه فهمتيني حتى صافي انا كنت كنشاهد فهمتيني صافي كملنا نعسنا واحد الليله ديال البرد وديك الساعه وتنوضنا في الصباح كنجقروا هذا ونجقروا هذا ونسعوا هذا ونسعوا هذا فهمتيني صافي عاود حنا نكملوها ما جمعنا شي بركه باش كلينا فهمتيني بعدا تشقرو باش تاكلو غادي وصلتو صافي الرباط تفارقتو مع صاحبكم مع صاحبنا جينا لكازا الصديق ديالي ديك الساعه كان بقى معايا اللي هو اسامه فهمتيني رجع عند والديه كنشد الكار ورجع عند والديه انا اللي بقيت انا مسامر في كازا بوحدي تين فهمتيني ما البرد والشتا وواحد المنطقه كانت عندي دائما كنت هزه فهمتيني كنت كندور في المعارف كنت كندور كنت كندوز من واحد الشركه دائما انا ما في خبري والو حتى شبر الله سبحانه وتعالى هو اللي جاب لي واحد القوريه مسكينه هي اللي بقيت فيها من هذيك الشركه فهمتيني قالت لي اجل لهنايا شنو واقع لك قلت لها اللي كاين واللي كاين ما زدت عليها ما خففت عليها الله يذكرها بخير مسكينه شدات مشات كتشوف لي في الاوتيلات لي 5 ايطوار لي اوتيل فرح اوتيل المهم اوتيلات صعاب فهمتيني لي 5 النجوم باش تبركك فيهم باش تجلسني فيهم غير يدمل تشوف اش دير معاك دير معايا فهمتيني ما عفوا ما شافوش فيها حتى علاش ما عنديش لاكارت ما عنديش لاكارت ما عنديش عقد زي هذه اللي برا لي كيضر سميتو الجلبه لقيت فهمتيني كيقول لك هذاك ما عنده شي والو مسكينه بقات لا معايا داك الليله هو باترون ديالنا الله يذكره بخير حتى هو مسكين اللي وقفوا معايا داك الليله وشدوا لي لمده 3 ايام شافوا لي واحد البارطمان كتكرى 200 درهم الليله مشاو مساكن قالوا لي فيها تبات وخلاو لي باش ناكل وشراو لي ما خلاو وشراو لي التليفون وكنت واحد الحاله ومساكن دفعوا لي مشيت دوشت مشيت الحمام فهمتيني بلا حسيت براسي صافي يعني وليتي بنادم رجعت كنتنفس فهمتيني حتى داس عليا واحد الصعوبات اللي واحد انا كنت كنهز يدي السما كنقول يا ربي تهز هادشي اللي في قلبي فهمتيني ربي سبحانه وتعالى كان حاسب لي الحمد لله ومشاو كراو لي هذاك الناس في درب غلف وخدموني معاهم واخا مساكن كيعطيوني واحد البركه اللي قليله اللي المهم كنتكافى بها انايا ومساكن دخلت معايا واحد الجمعيه اخرى ديك القوريه اللي كتخلص لي الكرا لمده 3 شهور مورا غادي
تعتمد على راسك. انا اعتمد على راسي ان شاء الله فهمتيني، والحمد لله اللي ما تسب لينا لا مخدرات لا والو. على سلامتك ولدي. الحمد لله. الحمد لله. والله يعطينا وجهكم المغاربة المسؤولين اللي وصلتوا هاد الشاب لهاد الحالة. الله يعطينا وجهكم. معاناة والله ما يقد عليها واحد ما عرفت. نشدوا هذوك المسؤولين اللي كانوا سبب في المعاناة ديال أشرف ونخرجوهم ولو غير يومين للزنقة والله إلا قد عليها. على كل حال ما غاديش نطول عليكم في هذا الفيديو أكثر من الوقت. غنضربوا لكم موعد مع تتمة هذه الفضيحة وبعض المتداخلين فيهم رجال دين فيهم سياسيين حقوقيين ومحامون. كذلك كنوجه التحية الكبيرة لجمعية ما تقش ولدي اللي هي اللي سهرت على هذا الملف واللي هي اللي فجرات هذا الملف قضائيا. الحمد لله انه معروض على القضاء دابا. حنا غنبقاو متبعين هذا الملف حتى نشوفوا الاخر ديالو، نشوفوا شكون اللي كيتحاسب وشكون اللي ما كيتحاسبش في هذه البلاد. اعزائي المشاهدين، كان معكم في التعليق الحر رابع بالكبير. الى اللقاء.